التفسير العصبي للتجارب الدينية A Neuroscientific Understanding of Religious Experience. التطورات الأخيرة في علم الأعصاب Neuroscience قدمت فرضيات جديدة عن طبيعة التجارب الدينية ومصدرها وأرجعتها كنتيجة لمؤثرات عصبية Neuropsychological وإنها خدعة عقلية بتمر بيها الشبكة العصبية في مخنا. الفيلسوف الأمريكي جون هاك قدم 5 أمثلة مستمدة من الأبحاث العلمية في مجال علم الأعصاب بتغطي أنواع مختلفة من التجارب الدينية في كتابه الممتع الحدود الجديدة للعلم والدين The New Frontier of Religion and Science اللي نشره سنة 2006. 1. المثال الأول نوبات من الصرع وتحفيز للفص الأمامي بعد ارتداء خوذة سينجر هيلمت اللي هي عبارة عن جهاز محاكاة وتنشيط كهرومغناطيسي لخلايا المخ العصبية زي ما هنشوف بعد شوية. الأمر اللي بيؤدي بالفرد المار بالتجربة لمعايشة رؤى دينية شبيهة بالتجارب الدينية المتعارف عليها. 2. المخدرات العقلية بتسبب صور عديدة من حالات الهلوسة لكنها في كتير من الحالات اللي تم رصدها أدت بالفرد لتجارب مماثلة للتجربة الدينية. 3. استمرار الإدراك إدراك الفراغ void أو العدم سنيارة بيحدث بعد استمرارية الإدراك بعد قطع كل حواس الإدراك. 4. الإحساس بالتوحد مع الطبيعة والواقع قد يحدث إن استطاع الفرد أن يغلق كافة مصادر إدراكه تجاه حدوده الجسدية. دي تجربة من الممكن اختبارها وحالة من الممكن الوصول ليها من خلال التمرين العقلي المستمر. 5. الإحساس بوجود الله أو كائنات عليا أخرى مسبب بفصل المنظومة الإدراكية للفرد ما بين نصف لإدراك الآخر ونصف لإدراك الذات. علم أعصاب اللاهوت النيوروسيولوجي أحد فروع علم الأعصاب نيوروساينس وهو دراسة العلاقة بين الشبكة العصبية وشبكة النيورونز في المخ البشري مع التجربة الشخصية الذاتية الروحية للفرد. العلماء اللي بيعملوا على هذا الفرع من علم الأعصاب بيدعوا إن في جذور عصبية neurological وتطورية evolutionary للتجارب الذاتية اللي عادة ما بتصنف بالدينية أو الروحية. معظم الفرضيات بتتبنى فكرة إن التجارب الدينية خواص ناشئة emergent properties عن الشبكة العصبية في مخ الإنسان. الفكرة دي ما بتلغيش الفرد من التجربة لكنها بتفسر التجربة بأن الفرد تحت تأثير العمليات العصبية في المخ. أنصار النظريات دي بيجادلوا أن التجربة الدينية من الممكن إحداثها عن طريق إثارة مناطق معينة في المخ ومن الممكن قياسها عن طريق زيادة في نشاط مناطق معينة في المخ. علم أعصاب اللاهوت له أنصار عملوا في المجال النظري بطرح فرضيات وصياغة نظريات حول جذور التجربة الدينية. في كتابه المهم علم أعصاب اللاهوت الدين الافتراضي في القرن 21 Virtual Religion in the 21st Century المفكر الأمريكي المعاصر لورنس ماكيندي جادل إن التطورات الأولى في الفص الأمامي عند البشر ساعدت على تكوين صورة وهمية للزمن يبدو فيها تتابع وقتي Chronological Time كجزء أساسي من عملية تطور الطفل بعد 3 سنوات. لكن عدم قدرة الفرد الناضج على استرجاع صور لبداياته في الطفولة قبل 3 سنوات بتجعل صورة التتابع الزمني في عقله ناقصة. الأمر اللي بيدفع المخ لطرح أسئلة من نوع من أين أتيت إلى أين أنتهي اللي بيقترح ماكيندي إنها بتقود للصور المتنوعة من التجارب الدينية اللي بيشهدها البشر. البحث العلمي الجاري حاليا في محاولة لفك أسرار المخ البشري بيظهر أن من الجائز تحديد خلايا عصبية نيورال معينة مسؤولة عن التجارب الدينية اللي أدى بالبعض الاستنتاج أن محتوى التجارب الدينية غير صحيح أو أن الكائنات اللي بتظهر في التجارب الدينية ليس لها وجود في الواقع. لكن حتى وإن استطعنا إثبات وجود علاقة ما بين خلايا عصبية معينة والتجارب الدينية هل ده كافي للوصول لنتيجة عدم صحة المعتقدات الدينية؟ الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام وينرايت في كتابه فلسفة الدين Philosophy of Religion اللي نشره سنة 1999
جادل إن ده غير كافي لنفي صحة التجارب والمعتقدات الدينية، وقال إن العديد من الفلاسفة بيعتقدوا إن تجربة شيء ما سين صحيحة فقط لو كان سين أحد مسببات التجربة، وبالتالي التجربة البصرية المكتبي تجربة إدراكية للمكتب فقط إن كان المكتب مسبب للتجربة. وبالتالي افتراض إن هناك تفسير علمي طبيعي مناسب للتجربة الدينية، هل يترتب عليه واحد إن الله أو كائن علوي آخر ليس وراء هذه التجربة، أو اتنين إن مفيش سبب للاعتقاد إن الله أو الكائن العلوي وراء التجربة؟ لا، بكل تأكيد اللاهوتيين والكلاسيكيين بيعتقدوا إن التفسيرات العلمية المناسبة من الممكن تقدمها لمعظم الظواهر الطبيعية، لكنهم بيعتقدوا أيضا إن الظواهر دي بترتكز على نشاط الله السببي، وبالتالي التفسير العلمي لن يظهر إن الله ليس هو المسبب في نهاية السلسلة السببية للحدث، ولن يكون أيضا قادر على إظهار إن فعل الله السببي غير ضروري في المقام الأول لوقوع الحدث أو الظاهرة.